وقعت الحكومة اللبنانية في باريس الجمعة خطاب نوايا مع فرنسا لتزويدها بمعدات عسكرية تخولها حماية حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل، في وقت تثير أعمال التنقيب في المتوسط توتراً بين دول عدة. ونبقى في فرنسا، حيث نشرت باريس الآلاف من رجال الشرطة لحماية معالم ومبان حكومية، إذ تخطط مجموعات الستورات الصفراء ونقابات ونشطاء في مجال البيئة لتنظيم العديد من الاحتجاجات يوم غد السبت. قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن على بعد كيلومترات من البيت الأبيض. من جهتها أكدت الشرطة أنها لا تتعامل حالياً مع سيناريو مسلح طليق، لكنها لم تفصح عن مصير المنفذ.